ألف كان كوبيلا بيو آية ذا قرآن ألف كان كوبيلا بيو آية ذا قرآن إغريو البخريو الكهف بارخري هيا أسماء الحسنى بن حلفا دينكو إردا فوري إي ذا ملا هيا إي سوي مات كين وابشير ويي عجيب ألف كان كوبيلا بيو آية ذا قرآن إغريو البخريو الكهف بارخري هيا أسماء الحسنى بن حفلة دينكو إردا فوري إيسو إيماد كين وابشير ويييو عجيب إلهي بما الله مجي إيسو مالك ياهي إلهي بما الله مجي إيسو مالك ياهي مسالكين أوه سنشيرين وملكي غايسكالي مسالكين أوه سنشيرين وملكي غايسكالي إمر ويني يمودان مدى شندت كايسو يمين وأتي بي مرتقات كما هاد بانو عيلين يا وصلاة محبي يوكل قعالان ومارين يا إميلا تشوف تام بسو مالي اي من نمو الله يبا ما الله ما جيه اسو مالي جيهي مسال كينا وسن شيرين وملكي غا إسكالي إمر ويني يمودان مدى شندت كايسو يمين وأتي بي مرتقات كما هاد بنك إلينا يا وصلاة محبي يوكل قعالان ومارينا يا وميلا تشوك تام بسو مالي اي مدنمو حفل اللهم موسى يوسو دوين ملقالي صلاة محبة لي وانكو بيري ماني يوبح صلاة محبة لي وانكو بيري ماني يوبح مقع الصومالي هيدو عن كلام مغنين مدح ذا ايو شعبكم مرتقات كي كوفي تشين سلطان محمود ومرحب بينكو سودا وو ومقال هذا بوستن مدان وكو سودا وو دادكي سو ابابولي شركان قروح دا بدن لغو سودا وين ايو سلطان كصوماليات سلطان محمود سلطان جامع وحنو نحي أمد مسلنا وحنو كوب بلابان اينا آياده قرآن كاها اي وعدي وينو سو جيدين ايو إمام عبد القادر حسن فارح طان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن أرتا وعن ربعين هذا الكي يكب لأبو إن حفلة قيمها إيقاية له إيقاتك وقروح ضبطا إلا سواء قاسمي أي رج يا هوان هبلا يا إنا ما بقى سوي مادين إن كسر دوين إنه سلطان كينه وحن أوران كراوا سلطان كجودة بوسطن سلطان محمود سلطان شامع سلطان يوسف إن هذا الكي أنا أما معه قراءة القرآن كانوا حنكون بلعبي إن آياته كهلا يبدأنا جور ككهلا يا لابد نوض بوان كلها أرتدنت كوباد وهاي أهيد إنا كفر أحسن هاي
ولاشي دقيقة جبريل أول ما يدوه ده حاجة جيدة تعدن تكوبان كلها بهاي تعدن تلوان كلها أنا وحي أهيد آيات كجرت أهيد يعني آياتها قرآن كله جد بالدقه مرك الله جه الله يا أقوام تكل الدون يلو قدها كل الدون يمدبده كل الدون يله كذاها كل الدون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم يعني آياتها إله اللجو قرته إله سبحانه وتعالى اللجو أقوان صدوا مظن إن لود بالدقه أي واحد كم ده إنه إلهي كلا جديي لو قد أكوها الليسان يميد بكي نسو إغيهي مغالوين كاكا لاتمادين إيو يعني سنشيدين وارمي عجيب كهي واوين مركا دي صوماليا إنو كاكا لانيمي أو مدبا قبل وكييمي أو يعني إن يريار كلا دودوين حدنا سلدان كاقود با إنا متلا مانتا إنو غرربستونا يعني واحد عجيب مركا دينة إسلام كهدات ساقو في رسو نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحياله آتك أجد ذلك وحكم ذا رجع صلادين تأه إنه آد ويسود تحلو تنشري إنه دين تجارسيو ما دام أيهين أصحاب الكلمة النافذة دتك كلمة دودو أي فليس دتك أي مقلة يعني دجاه دتك كل عيسى وعنقول شيء يا قصدي نبي صلى الله عليه وسلم أنك لورنتري صحابي وين لورنتري سعد ابن معاذ غير أنصارد رضي الله عنه وارضاه وحوها سعد ابن معاذ مقالة مدينة نك سلطان ككاه نك استجاه نبي صلى الله عليه وسلم وحد أحمر تق قصة عجيبة قصة سواح أهيد نبي صلى الله عليه وسلم وح أدري سعد ابن معاذ مقالة أم حلا دلك يمنيت أي أدري نبي صلى الله عليه وسلم وح وجدد وكلها ما فهمي كرتها إن أدرى نين سلطانة وزعيمة وصاحب الكلمة النافذة إنه يمن أدرى محايا ليدتكو وابن آدم وح معناها مر والبع يعني هو افتينته أو أي دقيستان كلمة دقفك عام كأه إددوينها كمسؤول كأه سأصدرت أدبا نبي صلى الله عليه وسلم وح كوري مركاد يمن تكتو كدك فجعل أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إن ضدك أقول يا دو إلهي سبحانه وتعالى إن الرميان نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه يهي نبي يعني وجود أنبياء خاتم الأنبياء والمرسلين إنه يهي أقول إن مرك هذا الكوح عن قوتها ولالكي وأنا متقى نوا سلطان سوى كلا نوا شيخ مرك سلطان كوحان فريا سوى دوين كدب وحان فريا ومدى على سلطانه أضي متقى أنكو إغانيسا أضي مظلات على هرسانيسا وحاد أغوية دو أعددك يعني كم إذا يسو كدك كلمة التوحيد الله أكبر إن مركا وانسو دويني يا سلطان كي قاد بانسو دويني يا مدى حكور كيسا سلطان وصاران تهي هير بستونا دمينا ويكادن بين دونتا إن شاء الله تعالى وين كادن بيسا أدي أدي أد بانكوسو دويني من نوع حنفر يا ددوينها أما شعب قال كان هرت يا صفر دي أتكو قروح ذا بدن له سلطان قاسي هدي ويدي سواء هذا أو قف إذا كم ذا وسواء هذا ضن وقبع هذا أما وربين وحفره سمعنا وأضعنا وأنه مقلي أو وأنه أضيعني أي الله يسكر ربع محايا للنبي صلى الله عليه وسلم إن وحوله صلى الله عليه وسلم يعني آيات القرآن كذا حكم ذا أضيع الله وأضيع الرسول وأولي الأمر منكم أولي الأمر منكم حاسو قليا الصلاة دينا حاسو قليا مركا إلا أدعوا دينيا إنا أدقى نقلانين ودينيين سلطان كان وحونا أكسن أو إلهي سبحانه وتعالى الدنيا آخرة أو إنو أقولنا حريصنا إيو إنو أمد فرق أيان كعود سنينا إن وحلا يسحصوصي كلام الله أيا مارك تأغفي عن إن سلطان كان وإن لتوغا ولمدي وإن لتوغا وضياشي وإن لتوغا رير بستونو وحا اينو آدي آدوغو أماننها إنينو قعمها يسقبسنو أو اينو أرمها دوكت إيا أراسية إيا أرمها أردن اينو كو مدى يسننهي مدى ينتا اينو سيحو وچينو وحيالها دادك متقا ناقب قبل ياشا سوماليا كتاليا يينا إنا سامين إن شاء الله تعالى أن ولالونو أن مدونو ولال إيو وحا نها إيو متقا نها إيو أبتي إيو ويلكي إيانها إن شاء الله تعالى مركا مرلا باد
وعن سود وين يا سلطان كي يا سلطان محمود سلطان تامع سلطان يوسف وعن الله يبارك الله فيك وكثر الله أمثالك وجعلك من أهل الفردوس الذين أدخلوا بغير حساب ولا عذاب وجزاكم الله خير الجزاء. وحن كوب بلعب يا أدير جامع قال جامع قول وذي وينوفر حفلة مركو غهرسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جو أكو هذلي مع فاميلي سلطانكا يو بقرديسة. أنا جو أكو هذلي مع كسوقيب جلياشا رير بوسطن. أنا جو أكو هذلي مع مغناليشا رير بوسطن. سلطان إيه أقوله إن كوكو سودوية سحشمت يقدريدن. يا راي راي لي إن كوكو سودوي نو بوسطن نو أقولن رير بوسطن رير بوسطن هدي قبل الشيوخ قبل قبت الشيوخ قبل ماها أنا أقول رير بوسطن بأن اللي راه ده وحان يوروب يا مريكان وجد وين هي أشرة ما تشيرو كوميونيتي سوماليا أو يوروب جوكته أما عربها جوكته أو ميت كود الدوقة تمشي أنا كلي وابوسطن ما تشيرو كوميونيتي كله أو أروسيا ده إسكوكو تجا أو فرحات إسكوكو تجا أو رير ديسا أو أيها القصلا هي إسا سلامة أو عنتا عنا أو كلا تجا أو رحمة كوكو كلا تجا مشرين وابوسطن هذا الكلام كم سيدنا يسوع دان سودو مرلبات بوسطن كسودو أنت نجم مغن أنت شوكتنا ويكسر وينيان. وحن سينا يا أدر محمد نور عثمان يسقون إرجي سينو كي يرهدهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيار تشرف طلعي فرق قروح ذو بدن ومهشان مطقة نكسي وجيدة مهشان وحن سقون نميت سلطان كشرف ذو بدن سلطان محمود إنا كسر دوينه سلطان سر دوو وعن كوكو سودوين إنها مقع صوماليات مقع هذا شرف طبضان مقع ريب بوسطن أيوة وده تيرو وده شي شرف لكو سودوو كاما فران كو سودوو متغانا ميل لغاية عليا إذا وطميد كو سودوو مركز يان كوكو سودوين إنها ريب بوسطن واتيل غور بحيي داد وحيوية وده تيره مد وعول بو ولا قبصدة كودة شيرن سودوية كيما تقارن رفاصة وعقبتة مركا كسودو ومجالا لسكة عليا هاي وصومالي أيوة تشوكتو أدوغنا ومد كلية أورنجا مقنا يدو حي أيد سلطان بانجا مقنا وحكلو أورنجا دمراء ونجا مقنا مهير شيرين أيان وفر حصلنا هاي مانت السلطان له جامية ومتقارنا أدون نوتشو ما تبجع نوفر يو أخو فرحسن هاي مركة سلطان سولوو وحن سينا يا أذر محمد السلام عليكم ورحمة الله بركاته رير بوسطن هذا لكي والد ميي وحن سولوين إن سلطان كا سلطان محمد سلطان شامع si sharaf iyo xushmad leh anagu anoo ku hadlaya magaca reer boston ayaan ku soo dhaweeyayna insha Allah taala aad baan ugu faraxsanahay reer boston waa sida odayaashu u sheegeen waxaan kala leenahay guriyaha dhexdoodan kala leenahay haday tahay soo dhaweeyn ma kala lihin waxyaalaha soomaaliya qaribay anagu waa ka agtayada lagama sheegsheego soomaali baan nahay hal oday baan dhalay hal habar baan dhashay walaalaanu nahay wixii dhiba oo na soo gaaran waa qaybsanaa saas darteed ku soo dhowow boston sharaf iyo maamuus bay noo tahay inaan ku soo dhoweyno waa gurigaagii tol iyo xididba waan nahay ku soo dhowow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan siinayaa maxamed cabdullaahi waa garaad fuud bismillaahi raxmaani raxiim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سلطان وادو تشيدا وحصلني راضي كوي بعدين السيدة الشرقي مقالة بستن بالي يا له وحن كل شيء جي يا ضد كان عارك يصير مرش فلية وبستني يعني ولا قلنا ما كنا لهين وحوي ضد كان هير بستن سيد الله الشرقي ضد جبه ويه ضد شرف بدن ويه ضد سود وين ونعكسن ويه وحوي كل سود وين بستن قام فرن يلا فرن يحبط فرن يعلول فرن يوضع الشقين فرن بانو ديار كولانا يا ديلا هاي المه وانا كسود وين هنا aan dadka waxa weeye soo xadireen oo maad celinayna waxaan siinayaa aan Yusuf Dirir Farah Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat waan salaamu dhaantiin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xafladan qiimaha iyo qaan leh oo lagu soo dhaweynayo officially sida uu sheekhu sheegay ninkasta oo haliye ah ama suldaan ah ama ah geesi ah waxa ka dambeeya backbone qof dumar ah ama hooyo han noqoto ama haas han noqoto ama walaal han noqoto marka suldaan suldaan maxamuud suldaan jaamac suldaan yusuf waxaan ku leeyahay hawsha waa official welcome way marra dadka badankooda la kulantay waxaan rabaa inaan ogaano gabadha aan wala xidhiidhay deeqa jibriil anaga waxay noo tahay قف نغو أدك وهويو وليدر وكوميونيتي أدفوكيت مركا تاس أغو دبركاغا وحافل يقف آدي آد الله بركي وأدك باك وقتا مركا وحان لين سلطان بوسطن وضياشر مباكالي ومقالو لودن يهي وحال بلودن يهي تد آس كتشعل تعايل كي أنا وسوق بني با أذيك أنا كوسو دويننا كوسو دوو بوسطن كاما فرون كوسو دوو وبالله توفيق laba saacadood qiyaastii noo soo socotay meeyaradii hore ee South Portland haddana ah xildhibaan deeqa dhalac ku soo dhow Suldaan waxa magacayga la yiraahdaa deeqa Cabdi Dhalac waxaan ka ahay xildhibaan state main especially magaalada South Portland district 120 waxaan leenahay Suldaan waxa timi magaalo aad u wanaagsan وحتم استيد هذا ونعكسن استيد أن عادوا شعلوا رير بوسطن وحتم دهن عادي هين عاد بعدين شعلة سيدا ونعكسن عادت كم صور دويسان سيدا ونعكسن عاد معركة ولا على نمد أوسو معركة سوق صور ورسان دت كسو ماليات وحنقولنا ونجا نصيب بدن تاي سلطان كسو دوو نورث إنجلند مركز حسن حيس بسينا يا رحم عوافو ما سنت أبوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhamaan waan muxuu ahaayay idin mahadcelinaya dadkan ka soo qayb galay xafladan sharafta badan ee ku soo dhaweeyayno Suldaan Maxamuud Suldaan Jaamac aad iyo aad baan maaragtay ugu faraxsanahay maanta anigu horta Suldaanka waxaan u maleynayaa dad badan waan uga aqoon badnahay oo Turkiga aan isku baranay aan kara marka intaas aan idin dheerahay waa laga yaabaa dad hadda isqarinayo dee si yiqinay inay jiraan oo kolay waa suldaano waa suldaan Soomaaliyeed waa la garanayaa media laga aragayo si kala loo barayaa laakiin anuu si shakhsi ah ayaan kara isugu aragnay isku baranay oo ku faraxsanahay marka inaan maanta adana Boston marka waqtigu aad buu ciriir u yahay aadna maaragtay runtii waa la hadlay oo Boston waa la sharaxay waxay tahay adiga na waanu maaragtay aad baan ku garanaynaa in badan oo naga midhi inta kalena maaragtay waan ku darsan doonaa oo deewad ugu soo biirtay ku soo dhow marka magaalada Boston aad iyo aad baan ku soo dhoweynaya aadna waxaan ugu mahadcelinayaa dadka sharafta badan rag iyo dumar baa ka soo qayb galay sidaa lagu sheegay Suldaan Soomaaliyeed baa tahay horta laakiin qaraabnimaduna way jirtaa oo runtii qaraabnimada maaragtay maadaama gabadh adag oo madax noo ah aad naga guursatay inkastoo suldaanka nagi tahay haddana hawsha kalena kama hari karno marka waa inaad sidaa ula socotaa soo dhow salaam calaykum wa Cabdiraxmaan Yuusuf salaam calaykum horta markii hore suldaanka Suldaan Maxamuud waanu aad u wada sheekaysanay maalin kastana is aragno shaqada marka kasoo ruuxo waxaan ku soo dhaweynayaa magaalada Boston uma maleynayo qof Soomaaliyeed
lagareebo hal qof oo noogaa imka sariirka ga aruray qof nool oo Soomaaliyeed oo magaalada Boston iga soo horeeyay so in a way waxaan ahay meerka magaalada Boston ee Soomaalida so so do haddaysta ay tahay dad baan wali addresskayga aan aqoonin waxaan kugu soo dhaweynayaa magaca Soomaalida iyo xarunta anagu hoggaamiyaha ka ahay oo bulshada u adeegta la yiraahdo xarunta horumarinta Soomaalida af Ingiriisna lagu yiraahdo Somali Development Center waa xafiis u adeega qaxootiga soo galootiga iyo Soomaalida iyo dad nooc kasta leh muddo imika laga joogo 28 sanadood marka Sultan soo dhow waa xil dibaan Cabdiqaadir Maxamed Aadan Sandere galab wanaagsan Boston waad salaamahayaa hadalkayga waxa ku bilaabaya Sultan soo dhawow magaaladan Sultan faan ma ahayn intii laga sheegay waxaan anigu rabaa inaan meel yar dad badan ay is ogeynaan aan ka taabsiyo wanaagga reer Boston ay leeyihiin 86 baan malayn inay ahayd baa waxa ku dhintay magaaladan nin baa waxa lagu dilay highway-ga dhexdiisa nin jaamacad professor ka Harvard oo oday ah markuu odaygii dhintay Cali Khalif Galeer Allahu naxariistay baa noo yeeray annagoo arday ah inta ka yar waxaan marayaa 18-19 qof ka badan ma joogin magaalada markaas wuxuu yiri ninka dhintay accounting kama soo saari karo accountigiisa kama soo saari kara lacag walaashiisi America u soo dirtay oo korisay waxay tiri ma aan arag 40 sano waxaan idinka codsanayaa inaad igu soo dirtaan meedkiisa Soomaaliya 18-19 annagoo ah oo arday ah guriga Cali Khalif Galeer baan waxaan ku gaaray go'aan ah inaan lacag aruurino oo walaashaas wiilkaas yarkeensatay 40 sano ka hor halkaan aan xamar ugu diro waana sameyn ilaa maalintaas ayay Boston waxay ahayd dad saas u wada gurmada waxaan u maleynayaa 5-6 sano ka bacdi baan ninkaas ogaaday qabiilkiisa Rabbul Kacba inaanan ogeyn dadkii waxaan ku jiray orda hayay oo lacagta kasoo aruunay horta Boston waa saas ilaa haddana waa lagu wadaa marka Sultan waxa timid magaalooyin kale u faanay karta oo dadkeedu saas yahay qiimo leeyahay waxaan u maleynayaa maanta hadii Facebook la dhigo ama social media la dhigo in magaalooyin kale nagu dayan doonaan Soomaali inta isku timid hal qof dooratay waa wixii laga waayay waxa tahay qofkii koowaad oo North America la wada doortay Sultan annagoo dhan baa Sultan noo tahay soo dhawow mahadsan tahay waxaan nala joogtaa xildhibaanad laga soo doorto City of Boston xildhibaan Tani Anderson waxay xildhibaanada rabtaa inay Sultan ku gudoonsiiso shahaada sharaf. Assalamualaikum to the sisters, not to the brothers. My name is Tania Fernandez Anderson. I'm the first Muslim city councilor in the city of Boston, elected in 2021. Just a brief about me, I was undocumented in this country for about 20 years, and then in 2019 I became a citizen. And then I ran for office 2020, alhamdulillah, then I got elected 2021. I'm a revert. I converted 18 years ago as a Muslim, alhamdulillah. You'll see me that I'll represent the people. I represent all people, even when I disagree with their lifestyle, when I disagree with them. I represent people's quality of life in terms of ensuring that their well-being is being taken care of. So I hope that you do understand, and please be patient with the process, because politics is not easy, inshallah. But here today, I wanted to, it is my privilege and my honor today to present to you Sultan Mahmoud. It's a pleasure to meet you. I don't know how much of this is going to be translated, but I was very impressed reading your bio and all of your altruistic work that you have done, humanitarian work that you have done for the Somali community, and I hope to partner with you as an elected here city councilor. It is very important that we build relationships, especially with Muslim communities, even afar in here.
here would like to partner with you in the future so we can continue to do the wonderful work that you're doing, and I thank you. I wanted to offer you today, and I guess I'll pass it on to you after I read it, an official resolution offered by the City of Council, City of Boston City Council, Tanya Fernandez Anderson, and all of the city councilors and Mayor Wu. Therefore, be it resolved that the Boston City Council extends its congratulations to Soldan Mahmoud, Soldan Jamaa, Soldan Youssef. In recognition of your tireless humanitarian efforts on behalf of the Somali people, uplifting the causes, the needs, the dignity of the people of Somalia, both at home and throughout the world, and be it further resolved that the Boston City Council extend its best wishes for continued success, that this resolution is duly signed by the President of the City Council and extend to a copy thereof transmitted to the Clerk of City of Boston, signed by Councilor President Liu Zhen, the Clerk, and Councilor Fernandez Anderson. Thank you. What do you think of that? Just question. It's good stuff. Sorry, I would be remiss if I didn't shout out my sister in service, Deco Jabril, who... without her efforts in running first, being the first Somali to run in District 7 in Roxbury, it wouldn't have paved the way to make a way for people to be comfortable with Muslims running for office. And I think, alhamdulillah, that's how I got here. So jazakallah khair for everything you do. Thank you. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadalka waa lagu horeeyay, so anigu waxba dhihi maayo. سلطان محمد سلطان جامع سلطان يوسف سودو مقالده ويه وسيدة شاقة يوسف وحاتها نين سلطانة وحات كلوتها نين سيدقية لأنه وحنا نقول ستي قبر آدو قيمة بدن ورهر بسطنة ومحوها في فرعون ونول يا أو بلبلاء مركز سود وو أنت ساقو بحياة السلام عليكم وعبد الله مجان عبد الله مجان كسود وو هرت قاعد بعد أمها سنتين أنت حفلة سوا بابو شيء وح شرف مدن إن أنو حفلة دان قيمة عليه أبابو الكيدو ميرة مركز وين أنو صعب وصعب تنا جودهان أنت سوا بابو شيء ما شاء الله سياسي لك انت كسوق يبقى شيء وادنا سنتين وحي لورن لها واليري وحان لاي هاي سلطان سودو ستيجي اورن بوسن اورن يدولة ديدي بوك سودو ويسي شهادة شرف بالوسيي اي كسيحي عمتهاي مير وو مير عبد الرحمن وانا قانا نوحل كان نوجو قانا واو هنسيحي ماركا ادي اد بعد امها سنتين تاريخ ده سلطان محمود سلطان جامع سلطان يوسف إن ير أو أن ساقوي بن ربعين أو كساقوا سلطان كوه حكود الشيء هدا أو كترسن قبل ككركار كن سقال بقول سديتني اللحدي دوكسية هوسة هي من عمد القرآن كباحد دوكو قاتي دوكسية سير هوسة ده دوكسية سير ده هي سرة وحوها بوساسو إمام شافعي جامعة بارغة أفريكا أيو كغالي إسلام بوساسو حال كاسو كاقاتي لبا دقري ومدوها شرايع اللو إيو مامولكي مارينتا سلدانكو وواحي لاهي لوغو مهد عليو سديد سنوحو أها معالين قرآن إيو إمام مسجد الله أكبر صدح سنو وحو مامولك أها إسكول هو صدح وحو مامول جري إسكول لذا لك اللي يراهدو نجح إيو آيها
سلطانكو وحو كلو أساسي دوكسي هوسر دحي أو ألباني برايمري سكول لأورنجري الله نحرست به سلطان جامع يجريدي سكتب وحو هاد حلسوغي لكن هايي هوشة حدنا وحانو قراني نابدنا وحاوي قفكو حاد حلسوغي لو قردقا داليراني ماذا لكن يساقو داليرا أبو حدنا هوشة سيوذي wuxuu ku soo biiray ismada guud ee Soomaalida 2012-kii Sultan Mahamud waxa lagu caanashubay March 17, 2015 waxa qabadka aan ilaa hadda xasuusan karo waxa weeye dagaal ka dhacay gobolada Mudug oo uu qaarkoodna hoggaamiye ka ahaa qaarna uu kamid ahaa ismadii loo xilsaaray in uu maaragtay uu nabadda ka raadiyo waana dadkii ku guuleystay buu ahaa isdhexgalkii quruxda badnaa ee ka dhacay Mudug. Dagaalada Soomaalida ma dhammaan. Sultaanku wuxuu kaloo ka qayb galay ismadii nabadda dhexdhigay ee dagaal ka dhacay Dharkeyn miyaheed? Ha, Dharkeyn. Oo ismadii maaragtay runtii ka tilmaanaa buu ahaa. Sultaanku intuu joogay Soomaaliya kuma soo koobayo intaas. Waxaan kaloo xasuustaa Boqor Burhaan gogol nabadeed oo uu dhigay ismada oo dhan oo lagu raadinayay sidii loo soo celin lahaa nabadda Soomaalida. Waa uu ka qayb galay, wax badana waa ka soo baxeen runtii oo faa'iido ahay. Sultaanku kuma ekaan marka Soomaaliya, wuxuu kaloo wax ka geystay qurbaha. Waxaa ka mid ahayd meesha la yiraahdo Ankara miyaheed mise Turkiga oo markaa xoogaa ay ka jirtay dadku inay xoogaa ku kala qaybsanaayeen. Wuxuu Ilaahay u sahlay inuu dadkiisu keeno ilaa iyo haddana hawshii uwaga bilaabay ay si fiican oo wanaagsan ay maaragtay maamulkii uu socdo laysugu dhiibo qorisudhiib uu halkaa uga bilowday. Waxaad iga ogolaataan inaan hortiina keeno soo dhaweeyo Sultan Mahamud, Sultan Jaamac, Sultan Yuusuf. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Alxamdu lilaahi rabbil caalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا إلهي أيام هذا نسكلة الحمد لله على هذه النعم ضد إسلام إنك دقي هل كان قروح البضان إنك كل مي إنك عاف ما تقب نمرك إلهي أيام هذا نسكلة الحمد لله بعد الله رنتي هذا الكواب يخل دمي soo dhaweynta qiimaha badan marxabaynta walaalnimada ehelnimada aad ugu soo dhaweyseen qof qof inayni magacaabo mooyaane haddee wax kale uma taqaana si kaloo aan ku mahadcelin karaa ma jiraan laakiin waxaan leeyahay jazaakumullahu khayral jazaa ilaahay hayna barakeeyo dhammaantiinna salaan kal iyo laaba baan inii sida qiimaha leh oo aad ugu soo dhaweyseen Boston ilaa waqtigii aan imi ilaa hadda waxaan ku jiraa soo dhaweyntan waa xaflad weyn laakiin maalin walba soo dhaweyn baan ku jiray marka inkastoo ka soo qayb gashay xafladdaas intii soo qabanqaabisay guddigii faraha badnaayo shaqeynayay habeen iyo maalin gabdhaheenna sharafta badan oo qiimaha badan oo hoolkan quruxda badan oo diyaariyey iyo cuntada quruxda badan waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala ajar hayna ka siiyo waqtigaa bixiseen ilaahay subxaana wa tacaala khayr hayna ku bedelo runtii waxaan dareemayaa inaad waqti badan hawsha geliseen isxilqaamiyaashii hawsha soo xilqaamay ayagana waa mahadcelinaya ka soo qaybgalayaasha oo aan la soo koobi karin oo odayaasha dhaqanku ugu horeeyaan siyaasiyiinta xildhibaan deeqa dhalac xildhibaanada kaleeto oo gabadhii muslimadda ahayd Tanya oo haddana shahaadada ay guddoonsiisay dhammaantiin waa in mahadcelinayaan
سيجار اه وانا كفر حسن حي ان سيدي بوسطن نقضه سيجار اه ايان السلام يا بقرد ايضا رنتي اندريما ان يحوش اسقي وين كاهيد ايضا مارتي سيجار انو السلام يا وحانا لي هاي شرف يا كرامه وحاكو غفلن انت اسوكا سو غيب غشي ومغا عاغا كل غود ودا حصايا وعقبت كاغا غيرايا رنتي وحان كو اقانا قف داعدا هم بالله امده ونحريسته قف كاستو اركي وحو كلي وي عاونت غري بي سيساي وخ بي لا قبتي و الى شقيسي دكتور بي غا سو ديساي يعني نبي صلى الله عليه وسلم مسلم كمنتفع امده انفع ايا ددك غو خير كبدن وقتي قادة على الجوغا وقتي قادة على الجوغا وحان ربا إنا هوا الكيكا كسو كوبا لبا كلمو كدم نشاء الله إنو دعيو كلمة دا كواد وحان لأي هاي دادكا غوبال كان ديغن غارهان بوستون وحاكو أمان انتهين وحاكو شرف انتهين وضياشون إنو كو أمانين ودي جيرك تائل عليها وطلد دا كواد من ماذا مهمة مركي شرع عدنا الله نغضنا إلهي سبحانه وتعالى وحوله واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا كرتقى إيو إن لكرتقى إيو متقانا فراركو وحبضن بوخربا حديثنا وإن يد الله مع الجماعة حديث باها صحيحة مروا البوددكو كومونتيهين أو اسكو حرينهين أو دانو هودا كودا شقيا ومر والب حاجة آخرون يودويهين حاجة أدون كود أنا وحوي أسهل أنت إني ملفي عن قولك جارا مركا ثلاثة إذا كواد وحنا نقولنا أنا أتكيني يا وأنا حوجيني يا من لماذا ولا جيركا ولا لماذا إهل لماذا إنن كان وحنا إنن كان وحنا إنك ردر دار ميا إن أرنتاس وكو أمان أنت رنتي أدر جامعنا ومغلاي خير الله سيو إنو يري ما أنت أمريكا يوروب يميل كلبة كمجدو ميل ميت كلا وذا دوغانا يهو أروس كلا وذا قيب قلا يهو حفلها ليس لقبنا يهو تهزي شرف بيني تاهي أني غنى نصيبوناك بيني تاهي لا إنو هل كانك هري تا قضب كاسان كغبحيا qodobka kale to inaga waxa inuu ku filan Soomaalinimada wax kale oo hadeer ka hooseeyo inuu aadnaay oo hadde inoo banaane majido waa ku faraxsanahay saaxiibkay ma Cabdiraxmaan waa la kaftamay inuu Soomaalinimada maanta ugu soo dhaweeyay asagoo maalintii sharaf sharaf iyo karaam ii tahay waxaynu ogaan waxa ogaataan meel kasta inuu joogno waa ina deeqa إنه كفلاً على أنك صوماليا لو غدين دلكين مدبكين ما شاء الله مركين جوغنو ودن كي هدي هدين دونو خاندو إنو كالاقلقانو لكن مركين قربي جوغنو إسكو مد بينو ناحي أو حووي وان فاملي بي كل يوم غن ناحي مركا صوماليا إلهي سبحانه وتعالى حينو هكاجيو وحان وباقي مدحضة الصومالي ذا إمام القبلة ذي ذا دولد لحو فدرالك الصومالية إني إلاليان من نمضة ودجيركة وحين أقنحي إن دلك إن لصو ويراري وحد يتوبي إنكو هايصو فرقلين موقاتة وحين أقنحي مكارين تاسعونك فايدي سنايا مدابا دقنك الصومالي ذا عن كمدهي وحان كعوصان إمام القبلة ذي ذا إني وحول بحلك إسكالدقان يمدحضة الصومالية أي أمي ذوبان سيدي إثيوبيا هل من لغوص الجسر الحين؟ وحنكروا باقنا بدأت أدرية أولاد هذا كسر عصبوناتي سناق دد باكودينتي دنا واكود أو عمي وحنلاقي هاي ولا ليالو دجال كجوجيا وحنلاقي هاي النبض إلى ليا دد وإهلاتهين دد حيدي حكتاتهين دد كدير رأي ودد إصدالي ودد وضد شيء ودد وحبه وضع marka waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala igana dhaxdhigo nabad iyagana waxaan u baaqaya Soomaali 30 sano bay isdilaysay waxa uu mana kala adkaan wax hadder lagu faani kara oo guulana ma gaarin marka dadka wada degan oo ehelka ah waxaan leeyahay nabad ku wada dhaqma oo ku wada noolaada insha Allah ta'ala
مرادي حليقي قدر لقاري هذا لكو نصيبتهم عنا بدن كيني ميسو وحان مر لباد يمر صدحاد يمر أفراد بان لي حي جزاكم الله خير قلبي بان مارك تيهنتي إنك جعلادي هناك بدن باقي موجسين إلهي سبحانه وتعالى هيني بركيو دادي الدنيا الله هيني بركيو أولاد الله هيني بركيو ضياش الله هيني بركيو دادك حنوصا الله عاف ماديو dadka xamsan la caafimaadiyo waxaan kale oo ka tacsiyeenayaa geeridi maanta timi oo maaragtay si gaar ah inoo ku timi kulligeen oo adeer maxamuud iyo ritos iyo family oo dhan waxa la yahay ilaahay samir ma lahayn ka siiyo marxumadan allah u naxariisto dadkii ka horeeyay oo gabadhii hadda maana dhuta dhimatay iyo ninkii ka horeeyayna allah u naxariisto qof walba dhintana allah u naxariisto qabriga allah u nuuriyo ilaahay ha u waasiciyo inta xamsan allah caafimaadiyo waxaan si gaar ah insha allah aan u cusanayaa inaad dhammaantiin u fatahaysaan cabdullaahi sood kuuriya oo nin qiimo badan ah oo wiilka xanuunsan yahay cusbitaalka ka jiro ilaahay inuu caafimaadiyo allah uu caafimaadiyo wiil yar weeye allah uu caafimaadiyo ilaahay ha uu caafimaadiyo allah uu caafimaadiyo dhammaantiin allah haynu barakeeyo allahay haynu xifdiyo waddanka ilaahay haynu ka ilaaso sharkiisa khayrkiisa allah haynu siiyo هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته